عمرو زكي بيغير اتجاهه يا ولد يا لعيب، ويحطها حلوه، فرصه جوه جون، جوه جون مجدي عطوه. يا عطوه المنقذ، يا عطوه يا عطوه، عملت ايه؟ جوه جون، هدف التقدم للزمالك على غير سير اللعب، ضغط اسماعيلاوي. بقول لحضراتكم الهدف فين؟ الهدف جابه مجدي عطوه، الحلول اللي استخدمها مانويل كاجودا، دفع بعطوه وادي مفيش تسلل مظبوط يا ولد يا لعيب. وعامر شفيع على الثابته، حلوه يا ابني، حلوه يا ابني على الثابته، مفيش اسهل من كده، مفيش احسن من كده. هدف تقدم لنادي الزمالك في الدقيقة 56، الدقيقة 11 من الشوط الثاني. نشوف بداية اللعبة من جديد، أبو العيلة على طول راحت لعمرو زكي. يا سلام يا عمرو، أدي اللعيب اللي يقدر يوصل أهو، بحسة اللعيب الهدف وعطوة الاستلام ده، وحط الكرة تحت رجله، هو الهدف. بص وخد عطوة على السبت، خد عامر شفيع على السبت على طول، وحطها هدف تقدم للزمالك عشان تصبح النتيجة 1-0، وتاني أهداف مجدي عطوة.